أول كلية مشرفانا في الاستوديو من محافظة هنا كلية تمريض جنوب الوادي. هيمثل جامعة جنوب الوادي في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4. استعدادي كان لحلقة النهاردة عن طريق الإعداد الكامل اللي عمله الليدر الخاص بالفريق، بإضافة للتعاون اللي ما بيننا وآرائنا. إحنا النهاردة وبعد ما كسبنا الماتش الأول عندنا دفعة معنوية كبيرة، هنحاول نمشي على نفس النهج اللي اتبعناه في الماتش الأول وبإذن الله نعمل أداء كويس. احنا زودنا المعلومات بتاعتنا وشفنا الاماكن اللي احنا واجعين فيها، اتفقنا ان احنا نكون اهدى وان احنا نتعاون مع بعض اكتر ونسمع بعض عشان احنا غلطنا في ان احنا كنا بنتسرع. طبعا احساس جميل جدا، طبعا هو مختلط شويه بتوتر لان الماتش ده مهم بالنسبه لنا، لو كسبناه هيريحنا للماتش اللي جاي.